بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين. شرع ذو القرنين في إقامة دولة العدل والتوحيد بعد أن توعد من يخرج عن منهاجه بالويل والثبور وبأن مصيره سيكون الموت فأمر بتحرير العبيد فلا عبيد الا لله وحده لا شريك له ماذا تريد ايها الرجل الملكة يا مولاي ماذا بها؟ إنها تجلس في قصرها لم يمسسها من سوء إلا إذا وهذا ما أتيت من أجله يا مولاي تكلم يا رجل ماذا تريد؟ مهلا يا آزاد أراك ترتدي زيا غريبا أيها الرجل إنه واحد من كهنة المعبد يا مولاي أوه. لولا انك شيخ طاعن في السن لامرت بقتلك في الحال كنت اظن اني ساكون في امان وانا بحضرتك ايها الملك ولك مني الامان الا ان صبري عليك كاد ان ينفد تكلم ملكه تلك البلاد بمثابه ابنتي وانا الذي توليت رعايتها وتربيتها الى ان تولت حكم البلاد انت اذا من جعلتها كبيره كهنه المعبد وجعلتها تسلك طريق الافك والضلال وها انا ذا اكفر عن خطيئتي وارجع عما كنت فيه دعني احدثها يا مولاي فهي تستمع الي وتثق بي لك هذا ايها الرجل رغم ان ذا القرنين قد امتلك الطموح الكبير وبلغ اقصى الشرق والغرب لكنه لم يستغل قوته وجبروته وما وصل اليه من اجل التسلط على الناس او نهب ثرواتهم رغم انه كان قادرا على ذلك شرع ذو القرنين في اقامه دوله العدل والتوحيد بعد ان توعد من يخرج عن منهاجه بالويل والثبور وبان مصيره سيكون الموت فامر بتحرير العبيد فلا عبيد الا لله وحده لا شريك له كان يستطيع أن يفعل بي ما يشاء، شأن كل غاز ومغتصب، أن يقتلني أو أو يجردني من ملكي، ويجعل مني عبدة ذليلة، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك، وتعامل معي بأخلاق الفارس النبيل. هذا الملك الغامض الذي لا يكاد يستقر في مكان اني في حيره من امري تخلى عني الجميع الكهنه والجنود حتى الالهه التي تضرعت اليها لم تفعل لي شيئا ولم تستطع حتى ان تدافع عن نفسها اي ضلال كنت تعيشينه ايتها البائسه هل ساقت لي الاقدار هذا الملك كي افيق مما كنت فيه آه راسي يكاد ينفجر من انت يا ذا القرنين من انت ايها الفارس النبيل مولاي الملكه تطلب الاذن بالدخول ومقابلتك دعها تدخل تفضلي يا مولاتي دعنا وحدنا يا ازاد امر مولاي ماذا تريد ايها الملك فكما ترى انفض الجميع من حولي هربا منك ومن جنودك انا لا اسعى الى تدمير او الى خراب ولم يهرب الا من خدعوك وغرروا بك لقد انصاع الناس لك وحطموا بايديهم ما كانوا يعبدون الهه من حجاره لا تضر ولا تنفع ولم تستطع حمايتكم منا ولا حتى حمايه نفسها انت ملك صالح يا ذا القرنين فالى ما تدعو الايمان بالله الواحد الاحد لا شريك له والى ماذا ايضا نشر الامن والامان ورفع الظلم عن العباد ايها الملك انني مدينه لك فلقد ازحت الغمه عن عيني لقد كنت انا وشعبي نعيش في ضلال ولقد هدانا الله على يديك. هل تكلَّم معك هذا الشيخ؟ تكلَّم، لكنَّني لم أكن بحاجةٍ لسماع أحدٍ أيُّها الملك، بعد حسن صنيعك معي. حمدًا لله أن هداكِ أيتها الملكة، وأصبحتِ من عباده المؤمنين. وداعا ايها الملك الصالح واتمنى ان يكون الخير دائما على يديك في كل مكان تطاه قدمك اوصيكم بتقوى الله وان تعدلوا بين الناس والا تدعوا الشيطان يزين لكم الباطل فهو للانسان عدو مضل مبين وداعا ايها الفارس النبيل غادر ذو القرنين تلك المملكه التي عند مغرب الشمس بعد ان امن اهلها وامنوا وبعد ان حقق فيها العدل واقام منهجه في الاحسان لمن احسن والعقاب لمن ظلم وكفر لم تكن رحلات ذي القرنين في ارجاء الارض نزهه ولكنه قابل في طريقه من حاول ان يقف امام دعوته في نشر الحق فقاتلهم وانتصر عليهم واقام فيهم شرع الله الذي ارتضاه لعباده وقد روي انه قد ملك الارض اربعه مؤمنان وكافران اما الكافران فهما النمروذ وبخت نصر واما المؤمنان فهما سليمان بن داود عليهما السلام وبطل هذه القصه ذو القرنين ذلك الملك العادل المصلح والذي خلد ذكره كتاب الله الخالد القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيِّما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع انبياء الله ورسله امين واصل ذو القرنين مسيرته شرقا كما بداها غربا فبلغ مطلع الشمس جهه المشرق فوجد قوما امرهم عجيب قوم منذ طلوع الشمس الى غروبها ليس لهم اي ستر يحميهم من حراره الشمس لا لباس ولا مساكن تؤويهم مساكنهم اشبه بالكهوف تحت الارض لم ار في حياتي شمسا بهذه الحراره هذا هو الحال كلما اتجهنا شرقا ونحن الان في اقصى الشرق ولا نرى اي اثر لحياه انسان او حيوان الجنود قد بدا عليهم الاعياء والعطش سنستريح هنا قليلا حتى تنكسر حراره الشمس وبعدها نستانف المسير امر مولاي ايتها الارواح الناريه بحق هذا القمر وهذه الكواكب والنجوم انشري على قلوبنا نار المجد التي انعمت بها على اجدادنا واسلافنا فلنسجد جميعا تمجيدا لارواح اجدادنا واسلافنا ازاد هل تسمع هذه الاصوات نعم يا مولاي اسمعها انها اتيه من اسفل التل لقد اتينا الى هنا وكان السكون يعم المكان ولم نصادف بشرا ولا حيوانا ارسل سريه من الجنود الى اسفل التل لياتون بالخبر امرك يا مولاي ايها الزعيم ايها الزعيم ايها الزعيم ماذا بك ايها الرجل اناس اغراب بثياب غريبه اعدادهم بالالاف ويحملون الاسلحه اين رايتهم خلف التلال واخشى ان يغيروا علينا لن يستطيعوا ان يقتربوا من هنا فالارواح تحمينا انتظر أيها الساحر. يجب أن نعرف سبب مجيئهم. فلم يطأ هذه الأرض أحد غيرنا. فلندخل مساكننا ونختبئ إلى أن يرحلوا. إنهم ما زالوا أعلى التل. وربما لن يمروا من هنا. ولكن أصوات الطبول نبهتهم. أطفئوا هذه النيران وليعد الجميع إلى مساكنهم. سنعود بعد أن يغادروا. فلن يتحملوا حراره الشمس هنا ماذا قلت يا أزاد؟ لم يجدوا أحدا يا مولاي. وأصوات الطبول التي سمعتها، هل كنت أتوهم؟ ولكن ألم تسمعها أنت أيضا يا أزاد؟ بلى يا مولاي، سمعتها. هل تأثرنا بحرارة الشمس؟ فأصبحنا نتوهم أشياء لا وجود لها؟ مولاي. لقد بلغنا اقصى المشرق حيث لا بشر ولا حيوان فهل نعود ادراجنا لا يا اسد ليس قبل ان اعرف سر هذا المكان حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا لقد اشتمل القران على كثير من وقائع الماضي وذكر البلاد والديار وتتبع اثار كل قوم وحكى صوره ناطقه لما كان يدور في هذه العصور والمغزى من ذلك قوه التاثير في اصلاح القلوب والاعمال والاخلاق خرج ذو القرنين مع شروق الشمس الى حيث كانت هذه القبيله البدائيه تصخب وتدق طبولها في شعائر وثنيه وقد انعزلوا عن العالم من حولهم وتفاجا الجميع بذي القرنين امامهم فانتابهم الهلع والخوف وسارعوا بالسجود له ايها القوم انهضوا ولا تخشوا شيئا فلن يصيبكم مني اذى رحماك ايها الجبار رحماك اصمت ايها الرجل ما انا الا عبد لله مكنني في الارض كي اصلح لا اخرب وادعو للايمان به الله هل هناك اله غير ما كنا نعبد من نجوم وكواكب الله خالق هذا الكون كله لا اله الا هو امنوا بما ادعو اليه ايها القوم تسلموا ودعوا ما لن يضركم أو ينفعكم. لك ما طلبت يا سيدي، لك ما طلبت. وما الذي ألجأكم للسكن أسفل هذا التل؟ الشمس هنا قاتلة، ولا نجد ما نستتر به. سأعلمكم كيف تبنون بيوتا تقيكم حر الشمس، فخلف هذه التلال أشجار يمكن استغلالها لذلك، أزاد! مولاي خذ نفرا منهم ومن الجنود وعلمهم كيف يصنعون أكواخا خشبية وكيف يحفرون الآبار فهم أناس على الفطرة الأولى ولا يعلمون شيئا أمر مولاي لا أعرف كيف أشكر لك صنيعك أيها الملك أشكر الله الذي ساقني إليكم بسم الله الرحمن الرحيم ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى جميع انبياء الله ورسله امين حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا في رحله ذي القرنين الى الشرق قد يقول البعض ان القران توقف عن حكايه القصه ولم يكملها لنا لكن الصحيح ان الله عز وجل ذكر في القران القصه كامله قال تعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ذكر في تفسير كلمة كذلك أي كذلك فعل مع هؤلاء القوم مثل ما فعل مع القوم الذين سبقوهم دعاهم إلى الله فمن آمن أحسن إليه ومن كفر عذبه عذابا نكرا وهنا نرى روعه القران وبلاغه لفظه في عدم التكرار والاكتفاء بكلمه واحده حكت لنا القصه كامله ازاد مولاي خذ نفرا منهم ومن الجنود وعلمهم كيف يصنعون اكواخا خشبيه وكيف يحفرون الابار فهم اناس على الفطره الاولى ولا يعلمون شيئا امر مولاي لا اعرف كيف اشكر لك صنيعك ايها الملك اشكر الله الذي ساقني اليكم وتبدل حال هؤلاء القوم وخطوا خطوه نحو المدنيه بفضل ما تعلموه من ذي القرنين تاقت نفس ذي القرنين إلى الرحيل، فقد أحس بأن دوره قد انتهى هنا، وأن عليه أن يرحل لمكان آخر ليكمل رسالته، فسلك طريقًا بين المشرق والمغرب، متوجها من مطلع الشمس إلى الشمال. ومضى ذو القرنين مع جيشه يسير لايام عديده لانجاز مهمه قدرها الله له ولكنه لا يعلمها بعد اهربوا ايها القوم اهربوا اهربوا انهم ياجوج وماجوج اختبئوا اهربوا اختبئوا هيا ومضى ذو القرنين مع جيشه يسير لايام عديده لانجاز مهمه قدرها الله له ولكنه لا يعلمها بعد سار حتى وصل الى جبلين عظيمين يفصل بينهما اخدود وقف يتامل مشهد الوادي الذي بدات تدب فيه الحياه مره اخرى ويسبح الله ويحمده ان اتاه اسباب العلم والقوه والقدره على هدايه هذه البلاد التي فتحها ما اجمل هذا الوادي الذي ينعم بالخيرات يبدو انهم قوم مسالمون يزرعون الارض ويرعون انعامهم اصبت يا ازاد فالسلام يعم المكان فلتذهب يا ازاد مع نفر من الجند لنعلم نبا هؤلاء القوم امر مولاي ويذهب رسل ذي القرنين الى اهل الوادي ليستطلعوا امرهم ويتبينوا احوالهم ولكنهم كانوا يتحدثون بلغه غريبه على من ارسلهم ذو القرنين وعادوا بعد ان عجزوا عن التفاهم معهم هل تحدثتم معهم يا ازد لم يفقهوا شيئا مما نقول ولغتهم غريبه علينا فلم نستطع التفاهم معهم دعوهم لي ارسلوا من يحضر الي كبيرهم ووجهاءهم طوع امرك يا مولاي رغم ان اللغه التي كانوا يتحدثون بها غريبه على جنود ذي القرنين الا انها لم تكن غريبه على هذا الملك الذي وهبه الله من اسباب العلم ما مكنه من التفاهم معهم بلغتهم ماذا يريد منا هؤلاء القوم فنحن لا نفهم كلامهم ولا يفقهون كلامنا وانا ايضا في حيره ولكننا لا نملك الا الانصياع لهم وارجو الا يصيبنا منهم اذى انا الملك ذو القرنين ولا اريد منكم الا ان تؤمنوا بدعوتي فانا لا اريد بكم شرا انه يتحدث لغتنا وما هي دعواتك يا سيدي الايمان بالله الواحد الاحد وألا تشركوا به شيئا. إنها دعوة كريمة من ملك كريم لإله كريم أنعم علينا بالخير والزرع والأنعام. فكيف لا نؤمن به؟ أيها الملك، نريد أن نطلب من هذا الإله أن يمنع عنا من يغتصب أرضنا وزرعنا. ورسالتي في هذه الأرض رفع الظلم عن العباد. ونشر الامن والسلام يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض ويغيرون علينا من وراء الجبلين وياتون على الحرث والنسل نحن على استعداد ان نعطيك ما تشاء مقابل ان تبني لنا سدا بين الجبلين يحول بيننا وبينهم ويمنعهم عن اذانا سنعطيك كل ما تشاء من ذهب وفضه ولن ينسى لك اهل هذا الوادي معروفك وجميل احسانك مهلا يا قوم هل تتصورون انني اعمل مقابل اجر ان الذي انا فيه خير من الذي تبذلونه انتم فقط اعينوني بجهد ابدانكم وانفسكم وساجعل بمشيئه الله بينكم وبينهم ردما قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا بسم الله الرحمن الرحيم {حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا ﴿ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى جميع انبياء الله ورسله امين سيدي الامام لقد اخبر القران عن اهل هذا الوادي بانهم لا يكادون يفقهون قوله فكيف تفاهم معهم ذو القرنين لقد اعطى الله تعالى ذا القرنين من كل شيء سببا اي علما وتمكينا وقدره فألهمه فهم لغتهم وكيفية التواصل معهم، كما فعل مع أقوام كثيرة مر بهم أثناء تجواله في الأرض. إن لفظ يأجوج ومأجوج من الأسماء الغريبة التي وردت بالقرآن الكريم، فهل هذا اسم هؤلاء القوم بالفعل أم صفة لهم؟ قال المحققون: إن يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان. مشتقان من اجيج النار والتهابها ومن الماء الاجاج وهو الشديد الملوحه والحراره وبالمياه الحاره المحرقه المتموجه لكثره تقلبهم واضطرابهم وتخريبهم وافسادهم في الارض الم يكن من الاجدى أن يخلصنا ذو القرنين من يأجوج ومأجوج ويقضي عليهم إلى الأبد، وهل نضمن أن ينتصر عليهم؟ ربما تغلبوا عليه، وساعتها سيصبون الجحيم علينا صبا. فيما تتناقشون يا قوم؟ نحن من اقترحنا عليه بناء السد، ووافق أن يفعل ذلك دون مقابل. إنه حاكم قوي. صالح ولن يخذله الله كنت اخشى فقط ان يتمكن هؤلاء البرابره من هدم هذا السد بعد ان يتركنا ذو القرنين ويرحل عنا فهم قوم اولو باس شديد علينا ان نعاونه ونساعده ونفعل كل ما يطلبه منا فهو ملك قوي يستمد قوته من ايمانه بالله فلا تخشوا شيئا كيف سنقوم بسد هذا الأخدود بين الجبلين؟ إن ارتفاعهما شاهق للغاية إنها مهمة شاقة وصعبة إلا أن حلها يكمن في داخلها كيف يا مولاي؟ وأي حل؟ انظر يا أزاد إلى لون هذه الجبل إنها شديدة السواد وتختلف عما حولها من الجبال ان هذه الجبال مليئه بخام الحديد مرهم ان يقطعوا الكثير من احجار هذه الجبال ويحضرونها الى ما بين الجبلين ماذا يجول بخاطر مولاي سترى يا ازاد وتدب الحياة بين أرجاء الوادي ها هنا أمة نهضت من يأسها وخوفها وها هم أهل الوادي يشاركون في تغيير وضعهم وتبديله من حال إلى حال بقوة سواعدهم ونشاطهم وبما في هذا الوادي من موارد وخيرات ومن خلفهم يقف ذو القرنين يعلم ويوجه ويكشف لهم اسرار صنعه لم يعرفوها من قبل فقد امرهم بتجميع ما تحفل به ارضهم من حجاره الحديد الخام لتكون اساسا للسد الذي سيغلق مدخل الوادي كان ذو القرنين يدرك ان رجاله وحدهم قادرون على ان يغلقوا مدخل هذا الوادي بسد هائل لم يسمع احد بمثله من قبل ولكنه اراد لاهل هذا الوادي ان يستعيدوا ثقتهم بانفسهم وبانهم قادرون على حمايه انفسهم ازاد مرهم أن يضعوا أسفل الحجارة أخشابا مبللة بالزيت ويشعلوا فيها النار. ولكن يا مولاي، إن النار سرعان ما ستخبو وتنطفئ. أزيدوا من الأخشاب، واحرصوا على أن تجعلوا النار دوما متأججة. كاد ان يكتمل بناء السد يا سيدي وسد ما بين الجبلين ليس بعد يا ازاد علينا ان نجعله اكثر صلابه ولكن كيف كيف يا مولاي مرهم بتجميع كميات كبيره من النحاس المذاب وياتوا بها الى موقع السد امر مولاي مطاع وتصل الانباء الى اهل الوادي باكتمال بناء السد فيعم الفرح جموعهم ويتجمعون لرؤيه السد ويسارعون الى ذي القرنين يشكرون حسن صنيعه لهم وقف ذو القرنين ينظر الى هذا السد العظيم لم تسكره نشوه القوه والعلم لم يقل اوتيته على علم عندي وانما نسب الفضل لصاحب الفضل جل وعلا نحن مدينون لك بحياتنا ايها الملك العظيم فلقد صنعت لنا فوق ما كنا نحلم به هذا رحمه من ربي ان الذي امر ببناء هذا السد هو الله وان من حال بينكم وبين ياجوج وماجوج هو الله وان الذي سياذن لهم بالخروج هو الله وحتما سياتي يوم على هذا السد المنيع ليجعله الله عز وجل دكا ويسويه بالارض كما سيسوي الجبال كلها بالارض ايها الملك لقد اخفتنا بعد ان كدنا نطمئن على حياتنا اطمئنوا وانعموا بالامن والسلام بمشيئه الله ولكن ميقات الله سياتي حتما علينا الان ان نرحل من هنا بعد ان اتممنا ما كلفنا به واتت جحافل ياجوج وماجوج من بعيد لتكرار غاراتهم على اهل الوادي ولكن المشهد يصدمهم ويروعهم فقد اذهلهم منظر السد الذي اغلق الطريق امامهم فحاولوا تسلقه ولما فشلوا اعملوا فؤوسهم والاتهم محاولين احداث ثغره بالسد ينفذون منها ولكن دون جدوى وتمضي السنوات تلو السنوات والسد شامخ راسخ يحمل امنا وسلاما واهل الوادي لا ينسون ذا القرنين الذي عمر هذا السد العظيم وبعمرانه احيا امه وبعثها من رماد الخمود والهوان ثم عرفها بربها الذي ارسل من كان سببا فيما ينعمون فيه الان وهكذا انتفع كل الناس مؤمنهم وغير مؤمنهم بهذا السد الذي بناه ذو القرنين ليحجز عنه ياجوج وماجوج لا يخرجون منه حتى ميقات الله الذي ينهدم فيه بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ها قد انتهت قصتنا في هذه الحلقات والتي بدات بقصه اصحاب الكهف وصراعهم مع مجتمعهم الضال الظالم حيث لاذوا بإيمانهم فآواهم الله في الكهف وسميت به سورة الكهف. إن الجنود منتشرون في كل مكان. وأين باخر الرفاق؟ ذهب كل منهم إلى داره خشية أن يفتضح أمره. كم قتل هذا الطاغية من المؤمنين؟ إلهي ارحمني واغفر لي. أرني علامة غفرانك مررت على أدنيا أثناء عودتي وأحزنني ما رأيته لقد صلبه المجرمون بعد أن أوسعوه تنكيلا وتعذيبا أبي لا يتورع عن قتل وتعذيب من أسماهم بالمارقين وهل يمكن لأبي أن يؤذينا؟ يمكن أن يفعل أي شيء لو علم حقيقة إيماننا إني آت إليكم يا احبائي ولكن اذا سمحت لي يا سيدي احب ان اعرف انا ايضا قصه ايمانك ان كلام الله الذي في هذه الصحف هو الذي انار قلبي وبصيرتي وهل حقا سيحدث هذا هل سنبعث احياء بعد ان صرنا ترابا كما انك لم تكن في هذه الدنيا ثم وهبك الله الحياه وكيف ندعو الله ليستجيب لنا ويخرجنا من بلاد الشرك والضلال ما دمت لا تاكل حراما ولا تصلي لصنم فلن يخيب الله رجاءك حين تدعوه اذن ما قيل لي صحيح وما ذاك يا ابي انك تخالط هؤلاء المارقين الخونه انا لا ادري عما تتحدث ابي هل تتهمني بالخيانه لا اتصور اني ساشارك في تقديم القرابين لهذا الاله المزعوم واني سانحني امامه وماذا سنفعل ساعتها ادعو الله الا ياتي علينا هذا اليوم ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا تريدون هدم نظام الدوله بدون هذه الالهه وبدون هذا المعبد وكهنته ينهار سلطاننا انه نظام اقيم على شفا جرف هار سيهوي بكم جميعا الى الجحيم الهي لقد فر عبادك المؤمنون بدينهم اليك فلا تمكن منهم اعداءك الهي لقد لجاوا اليك فلا تتخلى عنهم فكان الحل هو الكهف اخشى ان يدركنا جنود دقيانوس لن نطيل البقاء أيها الرفاق فسوف نرحل من هنا قبل شروق الشمس <applause> آه... أشعر بالتعب والنواس <applause> لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتشاء قدره الله سبحانه وتعالى ان يستيقظ الفتيه من نومهم بعد مرور اكثر من ثلاثه قرون ادرك اصحاب الكهف ما حدث ادركوا ان الله حماهم حين حموا عقيدتهم وانه سبحانه دافع عنهم حين دافعوا عن التوحيد وادركوا ايضا انهم لم يعد لهم مكان في التاريخ لقد ذهب اهلهم وذهب زمنهم وصاروا من جيل لم يعد يربطه بالحياه شيء وتمنوا العوده الى الله فرحمهم الله واماتهم ثم كانت قصه نبي الله موسى عليه السلام مع الرجل الصالح ورحلته العجيبه يا نبي الله هل هناك احد على وجه الارض اعلم منك فاندفع موسى قائلا لا أنا أعلم أهل الأرض. فبعث الله إليه جبريل يسأله: يا موسى، ما يدريك أين يضع الله علمه؟ فأدرك موسى هنا أنه تسرع بقوله هذا الكلام، واستغفر الله عز وجل. قال يوشع: هل تصحبني معك يا نبي الله؟ أحمل عنك متاعك، وأقوم على خدمتك. فيقول له موسى: فلتحضر حوتا مملحا لا روح فيه وتضعه في سله وما عليك الا ان تخبرني حين تفقد هذا الحوت فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا جلس موسى بعد أن حل به التعب، وهو يبحث عن الرجل العالم. قال موسى: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا من السفر الطويل. عندها تذكر يوشع كيف تسرب الحوت إلى البحر. ذلك ما كنا نبغ. فارتد موسى وفتاه سريعا، يقتفيان أثرهما ليلتقيا بالرجل الصالح قال موسى السلام عليكم قال الخضر وأنا بأرضك السلام فعلم موسى أن هذا الرجل هو من يبحث عنه فقال موسى ملاطفا مبالغا في التوقير هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إنك لن تستطيع معي صبرا قال الخضر قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا إنه عبد الله الصالح لا تأخذ منهما أجرا تفضل أيها العبد الصالح أنت وضيفك عسى أن تحل علينا بركة تشريفك لنا ثم عمد الخضر في غفله من اصحاب السفينه الى لوح من الواحها ونزعه من مكانه ثم نزل من السفينه قبل ان يشعر اصحابها بما فعل الخضر بها قال موسى اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الخدر الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا شعر موسى عليه السلام انه للمره الثانيه لم يلتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه فقال معتذرا قال موسى ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا إن أهل هذه القرية البخيلة لا يستحق من فيها هذا العمل ولو شئت لاتخذت عليه أجرا وبهذا القول وفي هذه اللحظة حكم موسى عليه السلام على نفسه بفراق العبد الصالح قال الخضر كان شرط يا موسى الا تسالني عن شيء حتى احدثك عنه عندما حانت لحظه الفراق بين موسى والخضر وفى الخضر بشرطه وهو الكشف عن حكمه كل ما قام به من عمل واثار دهشه موسى قال الخضر وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا ثم كانت الخاتمه مع ذي القرنين ذلك الرجل الطواف الذي جاب مشارق الارض ومغاربها لينشر دين الله الحق وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الارض ومغاربها ما كان نبعه الى ان ظهر على الارض ملكا عادلا وقائدا باسلا مكنه الله فيها وذلل له عباده وهيا له الاسباب ليقيم حكم الله ذلك هو ذو القرنين ساخرج غدا يا امي بالجيش باذن الله لاستكمل رسالتي في هذه الحياه خرج ذو القرنين وبدا تجواله في الارض ليس طلبا للملك ولا استعلاء على خلق الله ولا سحقا للشعوب الضعيفه بل داعيا الى الله مطبقا لمعاني الحق والعدل والمساواه هنيئا لاهل هذا الوادي بملك مثلك وساحرص على ان اعود كي استزيد من حكمتك وداعا ايها الملك الحكيم الهه من حجاره لا تضر ولا تنفع ولم تستطع حمايتكم منا ولا حتى حمايه نفسها انت ملك صالح يا ذا القرنين فالى ما تدعو الايمان بالله الواحد الاحد لا شريك له وداعا ايها الملك الصالح واتمنى ان يكون الخير دائما على يديك في كل مكان تطاه قدمك اوصيكم بتقوى الله وان تعدلوا بين الناس والا تدعوا الشيطان يزين لكم الباطل فهو للانسان عدو مضل مبين ايها القوم انهضوا ولا تخشوا شيئا فلن يصيبكم مني اذى رحماك ايها الجبار رحماك اصمت ايها الرجل ما انا الا عبد لله مكنني في الارض كي اصلح لا اخرب وادعو للايمان به لك ما طلبت يا سيدي لك ما طلبت ازاد مولاي خذ نفرا منهم ومن الجنود وعلمهم كيف يصنعون اكواخا خشبيه وكيف يحفرون الابار فهم اناس على الفطره الاولى ولا يعلمون شيئا ايها الملك نريد ان نطلب من هذا الاله ان يمنع عنا من يغتصب ارضنا وزرعنا ورسالتي في هذه الارض رفع الظلم عن العباد ونشر الامن والسلام يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض قد تعيش وتموت وأنت تعتقد أنك تعرضت لظلم في جزئية معينة، لكن الحقيقة غير ذلك، فالحق سبحانه وتعالى حجب عنك شرا وحماك بعنايته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع قصص الأنبياء سلام الله وصلاته عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا" ولا يشرك بعباده ربه احدا